ما التقرير السابق من ابحاث التي تتجه اسوب. طب انا اقول لحضرتك حاجه، نعمل ايه احنا بكى بتاع؟ قلنا للنيابه احنا عاوزين تقرير استشاري خاص من ناس لهم ثقه وناس لهم خبره وناس لهم علم. فاتجهنا الى الدكتوره منى الجهري، وقلنا للدكتوره منى الجهري لما يربطني بها من علاقه عمل. لجأت إليها في أكثر من قضية، وكان التقرير محل اعتبار كبير. دكتورة منى الجهري أستاذة رئيس قسم الطب الشرعي في كلية الطب بطنطا، لها كفاءتها المشهود بها، ولم يكن هناك من الأطباء الشرعيين الذي ظهر في الإعلام يقطع عن على علم وخبرة الدكتورة. ماذا حدث؟ اطلعت بالفعل على الاستكتاب، واطلعت على اوراق الاجابه التي نشرت على بوابه الاهرام اللي احنا ما قدرناش نجيبها. وهو اوراق الاجابات اللي كان محل الفحص اللي سربها الطب الشرعي. طبعا بعد كل هذه النتائج لا ليس هناك سبيل لدى كثيرين الا تشويه هذه الطفله، او تشويه انتفاع الطفله، او تشويه كل من ساهم او ساعد من اجل اظهار الحقيقه. فبداوا بتشويه الدكتوره منى، يقال انها ان الامر مدفوع لاجل، بالعكس الكل متبرع، الكل يعمل من اجل اظهار الحق، الكل يعمل من اجل تحقيق العداله، ليس لدينا مصلحه تماما إلا مصلحة واحدة، وهو أن نقف ضد الفساد. ليست مريم هي الحالة الوحيدة، هناك حالات أخرى. لا بص أنت دخلت عنه إزاي؟ وليست مريم بنقف جوارها لشخصها، مسألة شخصها. مريم هي الجسر الذي يعبر عنه كل المظلومين في هذه المنظومة. لا انزل. لدينا حقائق، ولكن من الواضح انه لم يعد من احد منا يعني اسره واحده وجهاز واحد، ولم يكن هناك نيه لمخالفه التقرير الاول. النهارده الكل عاوز يعرف انتوا بتقولوا الكلام ده على اساس ايه؟ اول حاجه انه معانا مستندات تاكد لحضراتكم ان هناك عبث كبير قد تم في مصلحة كنترول أسيوط. شكوى مقدمة من 8 موظفين هناك بأن هناك عبث وأن هناك استيلاء على تقارير من ذات العاملين بالكنترول. الشكوى دي مقدمة في 2015 وقدمت إلى 3 جهات. الجهة الأولى النيابة الإدارية ومحافظ أسيوط، الجهة الثانية والجهة الثالثة هي الرقابة والتنظيم. علشان تعرفوا حضراتكم أنه ليس هناك نزاهة، بل بالعكس هناك عبث وهناك استيلاء على أوراق الإجابات.